GFX Academy. بسم الله الرحمن الرحيم. اتعلم ازاي اعمل جروب داخل فلاش سي اس 5. الجروب ده عبارة عن انك بتدخل كذا اوبجكت في بعض وابدأ اعملهم زي مجموعات وابدأ احركهم، وممكن اعمل مجموعة داخل مجموعة داخل مجموعة. ازاي الكلام ده؟ انا عندي فيكتور زي ده، عملت له استيراد وجهزت الملف وجبته هنا وعملت له شوية أشكال زي ما أنت شايف، وجيت عملته في layers وجيت قفلت layers. أنا هفتحها من فوق، هتقفلها من فوق كده وأبدأ أختار واحدة واحدة. هقفل بس الباك جراوند اللي هي دي عشان الماوس ما يجيش عليها. عندي شايف الشكل اللي عندك، عندي الاسم فلير، وعندي لما بضغط كده بلاقي هنا حاجة اسمها drawing object واتكلمت عليها. داخل جروبس اهي، جروب اهي شايف هنا بيشاور لي. طبعا الوركشوب بتاعتي زي ما انا عارف الجزء ده، انا ما بضغط على اي حاجة او بختار اي حاجة من هنا بيبتدي يظهر لي هنا، فبضغط دبل كليك داخل الجروب، طلع الجروب داخل جروب، كمان دبل كليك طلع في اتنين جروب. شوف انا هنا اهو، يبقى اول جروب فيه جروب وتاني جروب فيه اتنين جروب اهم. بضغط دبل كليك تاني بيديني بقى النهاية، الحاجة النهائية بتاعت اللي هو drawing object. عرفت اعمل drawing object ازاي بالتفصيل الممل في المحاضرات اللي فاتت. يبقى عندي هنا drawing object. ارجع تاني، انا حبيت بس اوريك اللي انت ممكن تعمل كذا جروب في بعض. عايز افك الجروبس دي واعمل جروب تاني. خلينا الاول اقول لك ازاي تعمل جروب اساسا من الموضوع. انا عندي حاجه زي كده drawing object رسمتها، بضغط دبل كليك جواها بلاقي الشيب عندي عادي خالص هنا، وعندي كذا حاجه كده اهي drawing objects. كل فرع من دول هختارهم كلهم بشيفت، اضغط على شيفت وداني دايس واختار ده كله اهو، وبضغط كنترول جي من الكيبورد او من موديفاي فوق خالص وبقول له جروب، والاختصار بتاعها كنترول جي. بلاقي الاوبجكت بتاعي تحول للون الاخضر. هنا انا على اللاير دي، اتاكد ان انا على اللاير دي، اقفل كله وافتح اللاير اللي انا عملت فيها الجروب. باجي لما عملت جروب باجي بشيل كده بلاقي كله بقى مع بعضه في جروب واحد. اوكي طيب، اضغط دبل كليك بلاقي drawing objects بتاعي. طبعا كل object لوحده ممكن ايه اشيله زي ما عرفنا قبل كده او ممكن اتحكم فيه. بضغط Ctrl Z برجع، وبعدين بشوف ازاي انا ابدأ افصل تاني الجروب بتاعتي دي. يبقى انا دلوقتي عرفت اعمل جروبس، هعمل شوية جروبس كده. اضغط اللير دي اشوف فيها ايه. اللير دي فيها جروب واحد واللي هو اللي احنا كنا فتحناه، جروب داخل جروب داخل جروب. هسيبه ده الاخر. اشوف اللير دي فيها حاجتين، drawing object وفيها في حاجة تانية اهي drawing object تاني. يبقى فيها اتنين drawing object. هضغط كنترول جي من الكيبورد بخليهم جروب، بيحول لي اللون الاخضر بالشكل ده. بقفل اللير دي بخش على اللير اللي بعدها، لقيت النجمة دي والحتة دي كلها واخدة لير واحدة. اوكي ممكن اعمل كنترول جي واخليها جروب على بعضها، بتحولني برضو اللون الاخضر او الفستقي كده. يبقى انا كده ظبطت الشكل بتاعي، عملت له جروبس كله. دي كمان يعني وقعت من ار الاوفا، كمان دي جروب. ضغط كنترول جي، يبقى انا عملت كل حاجة في كل واحدة في جروب لوحدها. تمام اشيك اوكي كله تمام. عايز اخلي كل دول في جروب واحد، بعلم عليهم كلهم بالشكل ده واقول له كنترول جي بالطريقة دي. طيب انا عملت هنا كذا لير وهم في كذا لير زي بعض. اروح كده، الله ده لسه ما عمليش كله في جروب واحد. ليه؟ لانهم في كذا لاير. الجروب
عشان تعملها كل الشيب ده في حتة واحدة لازم تخليه على لير واحدة، خليها ننقل كله في لير واحدة، وما تخافش لأنك أنت عامل جروبس، يعني كل الأشكال مش هتضغط في بعضها أو زي الشيبس كلها هيخش في بعضه، لا أنت عامل جروب فأنت مأمن نفسك. يبقى أضغط على الجروب ده وأقول له كنترول إكس وهطلعه فوق خالص، وأقول له كنترول شيفت في بيست إن بليس، أو من هنا وأقول له إيديت وأقول له بيست إن بليس. خلينا نعملها مرة بالشورت كات ومرة بالحاجة العادية. هنا فضالي المكان بتاع اللير، من هنا هنا فضيت فخلاص أنا ما هفيدش حاجة هنا في اللير دي خالص. بضغط على اللير دي بشوف فيها إيه، أهو كنترول إكس، بطلع على أول لير بقول له بيست إن بليس، طبعا شايف أنت هنا، بقول له كليك يمين وأقول له أرينج وأقول له سند تو باك، ظهر لي بالشكل ده كده. دي فلير لوحدها، كنترول اكس، اروح قايل له كنترول شيفت في، واخر واحده فلير كنترول اكس كنترول شيفت في بيست ان بليس. اخلي دي كليك يمين اقول له ارينج اقول له سنت تو باك بالشكل ده. يبقى انا وصلت لحاجه زي كده، يبقى انا عرفت ازاي كلهم اتحطوا في لير واحد. طيب خلينا اختارهم كلهم، انا كل ده عشان عايز اعمل كل ده في جروب واحد. كنترول جي، هنا بقى اتحول لي لجروب واحد كل ده، اقدر امسكه مفيش اي مشاكل معايا خالص. بس خد بالك من جوه، انا هوسطنه تاني من هنا نص، مش هيك على دي، واعمل دبل كليك جواه بلاقيه جروبس على بعضه اهو في لير واحدة زي ما قلت. ممكن اخش على اللايرات دي كلها واقول له ديليت، انا اخترت من هنا وراح ده الشيفت وراح تحت، راح قايل له اوكي شيل لي كل ده انا مش عايزه ما فيهوش حاجة، واقول له كده. يبقى انا كده وصلت للشكل بتاعي النهائي في على هيئة جروبس، وازاي اتعلمت ازاي اعمل جروبس وافكها. طيب افكها ازاي؟ صحيح نسيت اقولها. طيب نفكها ازاي؟ انا دلوقتي ضغطت على دي، بعمل حاجة اسمها بريك ابارت او كنترول بي من الكيبورد، كنترول بي بيرجعها لي تاني ستيب للخلف. يعني قبل ما اعمل جروب ده كله كان عبارة عن جروب زي ما انا شايف، فبيرجعه لي ورا، ارجع كنترول زد، وممكن من هنا من موديفاي واقول له بريك ابارت كنترول زائد بي من الكيبورد، اقول له اوكي بيخلي لي كل واحده زي ما انا كنت بادئ. ولو عملت بريك ابارت على طول هوديني للشيب بتاعها، هيوصلها لي للاخيره. يبقى بريك ابارت كنترول بي كنترول بي تاني، شوف كل ده مجموعات جوا بعض، كنترول بي كنترول بي رجعها لي، كنترول بي في الاخر واخليها لي ايه شيب. يبقى هتدي انك تعمل كنترول بي لغايه لما توصل للحاجه اللي انت عايزها، ابتدي يجزأ فيها ويرجعها لاصلها. اوكي انا هعمل كنترول زد عشان ارجع تاني، وده كان الدرس ده. ومفيش اي حاجه تانية داخل خاصيه الجروب في الفلاش بعيد عن اللي انا قلته ده بالظبط. السلام عليكم.